سعيد. احنا حاليا في دير البلح فتحنا بعد 120 يوم من الحرب، بعد من خلال النزوح بعد 3 شهور. احنا اجينا على دير البلح معناش معلقه نقلب فيها، عدتنا كلنا، احنا احنا اصحاب 3 مطاعم في غزه بمصنع كبير بوزع، يعني الحمد لله رب العالمين، قلنا قاعده جماهيريه، قلنا قاعده من الزبائن، الحمد لله رب العالمين، معروفين بشكل، يعني احنا من مؤسسين المأكولات الشعبيه في غزه. فيش نار، فيش غاز تشتغل فيه، فيش طاوله تشتغل عليها، رغيف رغيف تعمل للناس اللي كل غزه كانت تجيب من رفح لبت حنون على محلك، ما فيش موجود. انت هالوقت لما بدك تروح تجيب ربطه خبز لبيتك تطلب من الفجر لا بعد العصر عشان تاخذ ربطه خبز. طب احنا اليوم موجود حمص، بكره مش موجود حمص، اليوم موجود سيرج، بكره مش موجود سيرج. غلاء في الاسعار بشكل مش طبيعي، غلاء جنوني. انت بتحكي مش 3 اضعاف، بتحكي عن 5 اضعاف. والحمد لله علي من الله، وربنا هيك يسلم الجميع. واحنا الواحد ايش بده يعمل؟ بصارع من اجل البقاء، الواحد بصارع من اجل البقاء، وربنا يسلم الجميع. ابو يحيى حبيبي يا مصطفى، الله يسعدك. اسامه.